عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. معاد الخبر الذي يتحدث عن وفاة وسام إزغت من الجزائر عن عمر يناهز 18 عاما. وكان خبر وفاة لاعبة الكارتي الشابة وسام إزغت قد سبب في حالة من الحزن الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، حيث توفيت عن عمر يناهز 18 عاما وهي في ريعان شبابها، الأمر الذي دفع البحث عن سبب الوفاة. وكان خبر وفاة اللاعبة وسام إزغت الجزائرية الجنسية والبالغة من العمر 18 عاما قد انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا لأنها في عمر الزهور وعمر الشباب وعمر الصبا، كان حالة من الحزن قد سيطرت على كل المقربين منها ومن ذويها وأقاربها نظرا لفقدان هذه الفتاة الشابة. وقد ذكرت صحيفة نهار المحلية أن سبب وفاة وسام إزغت إصابتها بصعقة كهربية أتت بحياتها أمس الاثنين. وإن اللاعبة الراحلة كانت تتمتع بصحة جيدة، كانت دايما تمارس التمرينات الرياضية حيث أنها في المقام الأول لاعبة، لذلك كانت تتمتع بصحة جيدة، ولكن قضاء الله وقدره قد حان، حيث تعرضت لصعق كهربائي أدى إلى وفاتها. وهذه الوفاة كانت صدمة كبيرة لأقاربها ومتابعيها ومحبيها من مختلف أنحاء العالم العربي. أما عن خبر جنازة الفقيدة، فقد تم نشر خبر أن الجنازة سوف يتم تشييعها في اليوم إن شاء الله السادسة مساء، 6 يونيو في الساعة 6 مساء بمقبرة تالة أغني بباني جماني، مقبرة تل أغماني أغني بباني جمالي بالجزائر. والراحلة وسام هي حفيدة إزغيت صالح، وتعتبر رياضية تابعة لنادي الشباب الرياضي بابا أحسن، ولاعبة كاتا معروفة، فكانت ضمن الأبرز في جيلها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوسام ويرحمها ويسكنها في سيح جناته، وأن يتغمد برحمته. اللهم أمين يا رب العالمين، ونتقدم لأسرتها وأهلها ومحبيها بخالص العزاء. شكرا لكم.